إلى موقع المهريانات الذي تناول خبر وصول القافلة الغذائية المقدمة من أبناء محافظة المهرة لقوات الجيش الوطني في محافظة مأرب. الموقع أشار إلى لقاء وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي بأمين عام المجلس المحلي في محافظة المهرة سالم نيمر والوفد المرافق للقافلة، معتبرا أنها تجسد التلاحم الوطني بين أبناء الشعب اليمني، مشيدا بالموقف المهري المساند لكل أحرار اليمن في هذه المعركة الوطنية المصيرية. وعبر الفاطمي عن شكر مأرب لأبناء المهرة على تسييرهم القافلة التي تعزز صمود مأرب وتقوي عزيمة الأبطال المرابطين في كل جبهات المحافظة دفاعاً عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.